ما يزال اليمن يرزح تحت نيران الميليشيات الحوثية، فيما وصلت المفاوضات في الكويت إلى طريق مسدود بسبب تعنت وفد الحوثي وصالح. لماذا يرفض وفد الانقلابيين التوقيع على الاتفاق الذي قدمته الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى المتفاوضين في الكويت ووافق عليه وفد الحكومة اليمنية؟ لماذا يرفض وفد الانقلابيين الانسحاب من المدن، تسليم السلاح وإطلاق المعتقلين، ويتمسك بشرط تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ ما حجم الخطر الذي يشكله اتفاق صالح والحوثيين بشأن تشكيل مجلس سياسي للحكم في اليمن على قرار مجلس الأمن الدولي 2216؟ ألا يعتبر استهداف الميليشيات الحوثية للحدود السعودية بمثابة إعلان عن فشل كامل لكل التفاهمات بين الأطراف الأزمة اليمنية؟ لماذا فشل مجلس الأمن الأربعاء الماضي في إصدار بيان يدعو فيه وفد الحوثي وصالح للتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؟ هل سيكون يوم 7 أغسطس الموعد النهائي للأزمة اليمنية؟ وما هي التوقعات بشأن مفاوضات الكويت؟ أيها المشاهدون الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أرض الإمارات، أرض الأمن والأمان، من ربوع الإمارات الجنان، أحييكم أحبتي في كل مكان بدعوتكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي بالإماراتي. بعد غياب دام 2 شهر لنعود إلى جلسات الحوار والنقاش والتحليل والتعليق مع ضيوفنا في الاستوديو وعبر الهاتف والأقمار الصناعية. يسعدني أيضا أن أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والإعلامي الأستاذ حسن المرزوقي. مرحبا أستاذ. مرحبا دكتور، رحب فيك في أخوانا المشاهدين، وهي فرصة طيبة أن نحن نستضيفك في أول حلقة بعد هذا الغياب. أتشرف. الله يسلم. بعد مد وجزر رفعت مفاوضات الكويت لمدة 1 شهر بعد أن غادر وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام اليمنية الكويت الاثنين الماضي، عقب لقاء قصير جمع الوفد بالمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي سلمه موافقة مكتوبة على رؤية الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، والتي يرفضها وفد الإنقلابيين الذين وصل تعنتهم بعد مرور 3.5 أشهر على مفاوضات الكويت إلى درجة نسف كل الجهود الدولية في شأن حل الأزمة اليمنية. نتابع معا التقرير ومن بعده نبدأ حوارنا بالإماراتي، فكونوا معنا. بعد أكثر من عام على انطلاق مسار السلام اليمني برعاية الأمم المتحدة وأكثر من 3 أشهر على المفاوضات اليمنية في الكويت، لم يستطع أطراف الأزمة ولا الجهات الراعية والمشاركة في المشاورات من إنهاء مأساة اليمنيين وعودة الشرعية إلى صنعاء واستتباب الأمن في بلد نخره الإرهاب وعبثت به قوى الشر الإجرامية. فبعد مغادرته الاثنين الماضي، عاد وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام إلى الكويت الخميس الفائت لاستئناف المشاورات المتعثرة مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم الساعية لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ ما يقرب من 2 عامين. هذا وقد كان وفد الحكومة اليمنية سلم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقة مكتوبة على رؤية الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، وأكد خلالها جهوزيته للتوقيع عليها في حال وافق عليها الطرف الحوثي قبل 7 أغسطس، وهو الموعد الذي تم تمديد المشاورات إليه. رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أكد أنه قدم كل التنازلات الممكنة لإنهاء الحرب خلال أكثر من 3 أشهر من الحوارات الشاقة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة والدول الراعية للمشاورات بات عليها أن تسعى لإقناع الطرف الإنقلابي الذي يسعى إلى المشاركة في حكومة وطنية قبل أي انسحاب من المدن التي تسيطر عليها ميليشياته أو تسليم السلاح بالتوقيع على المبادرة الأممية.
ترى ما هو المستقبل الذي ينتظر اليمن واليمنيين؟ وما هي الحلول البديلة للحفاظ على مسار السلام حتى إحلاله؟ وما هي مبادرات مجلس الأمن للضغط على الحوثيين لإنهاء معاناة الشعب اليمني؟ نجدد لكم التحية أيها السادة المشاهدون ولضيفي في الاستوديو. أستاذ حسن، كيف ممكن أنك توصف لنا مفاوضات الكويت منذ بداية انطلاقتها وحتى الآن؟ هل هي مضيعة لوقت الوفد الحكومي؟ وفي نفس الوقت هل ممكن نحن نصفها أنها محاولة للحوثيين لكسب الوقت؟ من المفارقة أن احنا قبل لا يتوقف البرنامج كان آخر نقاشنا عن المفاوضات هذه والمماطلة اللي قاعد يقوم فيها وفد الانقلابيين، وايضا الان من خلال عوده هذا البرنامج لازلنا نعيد ونكرر ان وفد الحوثيين يماطل ويستغل هذا العنوان من المفاوضات ليطيل امد هذه الازمه. اشرنا من قبل ان وفد الانقلابيين يستخدم نفس او ذات الاسلوب الذي تعلمه من المدرسه الايرانيه في الحوار والمماطلة والمفاوضات التي كان يستخدمها وفد الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي أو في دول 5+1. حوار من أجل الحوار. بالضبط، حوار من أجل الحوار. المفارق أيضا أن هذه المفاوضات اتخذت طابع سري، طابع غامض، لدرجة أن هناك الكثير من اليمنيين في الشارع اليمني لا يعلمون ما هي النقاط التي يتم مناقشتها. ما نسمعه في الإعلام أن هناك نقاط تم الاتفاق عليها، وأن وممثل الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد يظهر لنا أمام الإعلام دون أن يحمل أي طرف المسؤولية ودون أن يوجه الانتقاد لأي طرف آخر، يعمل على مسك العصا من الوسط. لكن للأسف أن هذا الأسلوب أصبح مملاً. الآن نحن نتحدث عن 3 أشهر من المفاوضات، أكثر من 3 أشهر مفاوضات كانت في دولة الكويت الشقيقة، والتي استضافت مشكورة هذه الجولات من المفاوضات الطويلة. خلال 3 أشهر لم يتوصلون إلى أي حل. اليوم ومن خلال المؤتمر الصحفي أعلن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تعليق المفاوضات أو انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات، على أمل أن يتم العودة إلى المفاوضات خلال شهر. وهذا الكلام أيضا سمعناه من قبل في جنيف، ولم تعد المفاوضات إلا بعد 4 أشهر. للأسف هذا الأسلوب في المماطلة هو ذاته الذي يتبعه وفد الانقلابيين منذ بداية الأزمة اليمنية دون أي واقع ملموس ينعكس بشكل إيجابي على الشعب اليمني. نعود ونؤكد من جديد أن أي مفاوضات سياسية لابد أن تتأثر بالوضع العسكري والميداني الذي يمضي وإن كان ببطء إلى وضع يكون في صالح الشعب اليمني. بس السؤال اللي يفرض نفسه في هذه النقطة، على ماذا استند ولد الشيخ في 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 موضوع مد المفاوضات أن بيعلق المفاوضات لمدة شهر، خصوصا أن الحوثيين لم يقدموا أي تنازل في هذه المفاوضات؟ أولا كان هناك الخطاب الموجه أو الذي وجه من الخارجية الكويتية أن الموضوع خلاص، الكويت لن تقبل بتمديد المفاوضات ما لم يكن هناك إطار واضح أو اتفاق على تحديد وقت زمني لإنهاء هذه المفاوضات. ويعني مثل ما ذكرنا الكويت مشكورة تحملت هذا الوضع لمدة 100 يوم. إلى الآن حتى المبعوث الأممي لم يحدد ما هي الدولة التي ستستضيف الجولة الثالثة من المفاوضات. هناك أيضا خلاف، لنكون واضحين، هناك خلاف أيضا في القوى الكبرى، القوى العالمية، وشاهدنا جميعا الموقف الروسي في الأمم المتحدة كيف عارضوا أن يصدر بيان لإدانة المجلس، ما يسمى المجلس الرئاسي الذي اتفق عليه صالح والحوثي. يعني لازم إحنا دول الخليج أو دول الراعية للمفاوضات هذه تضع في عين الاعتبار أن هناك أيضا مصالح عالمية لكثير من دول العالم تؤثر بشكل غير مباشر على قرارات الأمم المتحدة، وهذا ينعكس أيضا على الجهد الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. نعم، ما هي النقاط التي يرفضها الجانب الحوثي ويمكن يعني أنها تسبب يعني تؤثر على الرؤية الأممية؟ يعني القرار كان واضح في قرار الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 22/16 اللي هو كان ينص على تسليم الأسلحة وإطلاق المدنيين والاعتراف بالحكومة الشرعية
بناء عليه يتم الاتفاق على حكومة وفاق وطني، بينما الوفد الحوثي يماطل ويحاول أن يكسب الوقت، ودائما ما يطرح اللي هي ورقة الحكومة حكومة التوافق الوطني دون الالتزام بالنقاط التي تم الاتفاق عليها والتي يعني ذكرها مجلس الأمن بقرار واضح. أيضا من المؤسف أيضا أن هذه المفاوضات وهذه الحوارات لم تبنى على القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة، يعني كما شاهد الجميع أن المفاوضات تكون بين الطرفين وكأنهما طرفين لهما نفس الوزن في الشرعية والواقع السياسي، بينما الواقع يقول أن هناك وفد يمثل الشرعية ويمثل الحكومة المعترف بها دوليا مقابل وفد انقلابي سرق الشرعية ونشر ميليشياته في ربوع اليمن ولم يضع أي اعتبار للشعب اليمني أو للمدنيين أو لسلامة المدنيين. يعني قبل أيام شاهدنا جميع القرار والتحقيق الذي أصدره التقرير الذي أصدره أو أصدرته اللجنة المحايدة، والتي أوضحت أن الحوثيين يضعون دائما مستودعات الأسلحة، منصات الصواريخ بجانب المدارس وبجانب المستشفيات وبجانب المنشآت المدنية، وهذا يؤكد لنا من جديد أن الحوثيين أو الانقلابيين اللي هم صالح والحوثيين لا يضعون أي اعتبار لسلامة الشعب اليمني ولا أي اعتبار لليمن. يعني للأسف الوضع الإنساني، الجميع أكد أن الوضع الإنساني كارثي سواء في تعز أو حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ولا نشاهد أي اعتبار أو أي اهتمام من الانقلابيين لهذا الوضع. دعني أعود قليل مع حديثك عندما ذكرت أن الانقلابيين والحوثيين ليس لهم مرجعية، فما هي المرجعية في هذه المفاوضات إذا ما كانت المرجعية هي قرارات الأمم المتحدة؟ لا، مرجعيتهم واضحة، هم بالأساس مثل ما ذكرت لك أنه الأسلوب الإيراني أو العلاقات الإيرانية أو الأوامر التي تأتيهم من الطرف الإيراني واضحة، اعترفوا بها جميعا. يعني هذا ليس شيء جديد، أن لما نقول إحنا والله الانقلابيين يأتمرون بأوامر إيران أو لهم علاقات بإيران، هذا شيء واضح ولا في أي خلاف، ولكن هناك العتب ربما يكون على القرار الروسي أو التغيير في الموقف الروسي الذي كان عندما صدر القرار 22/16 لم يكن هناك أي اعتراض من الجانب الروسي، بينما في الجلسة الأخيرة للأمم المتحدة شاهد الجميع كيف كان هناك النقاش بين الممثل المصري في مجلس الأمن والممثل الوفد الروسي، والذي يعني الجميع استغرب من تصريح ممثل روسيا عندما قال لم نسمع أي إدانة أو أي قرار واضح في على لسان مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الوقت الذي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أدان تشكيل المجلس الرئاسي وقال أن هذا يشكل عقبة في هذه المفاوضات. فللأسف يعني لابد أن هناك يكون موقف واضح من هذا الموقف الروسي، وعلى روسيا أيضا أن توضح. بس أستاذ حسن، دعنا نركز على هذه النقطة، يعني ماذا هذا التعجرف في الخطاب وما هذا التعجرف في التصرفات؟ على أي أساس يؤسسون هذا المجلس؟ وما هذا الخروج على جميع الاتفاقيات والخروج على جميع، يعني انقلابيين يقومون بتأسيس مجلس رئاسي والمجلس الرئاسي يكون بالتناوب ما بينهم وإخراج السلطة الشرعية المنتخبة من البلد، على أي أساس؟ هذا المجلس الرئاسي الذي تم تشكيله يذكرنا بالصواريخ التي تطلق من قبل الحوثيين أو ميليشيات صالح على السعودية، رغم إيمانهم وتأكدهم 100% بأن هذا الصاروخ سيتم رصده وتفجيره في الجو وما تقوم به القوات السعودية وقوات التحالف، إلا أنهم يستمرون في إطلاق هذه الصواريخ وهم يعلمون أنها لن تجدي نفعا. لكن هذا الخطاب أو هذا المجلس الرئاسي موجه للداخل اليمني قبل أن يوجه للخارج، هم يوجهون هذا أو تأسيس هذا المجلس من خلاله رسالة إلى الداخل اليمني وخاصة إلى المناطق التي تحت سيطرة هذه الميليشيات، أن نحن وضعنا سياسي قوي ونحن نقوم بهذه المبادرة في الوقت الذي هناك مفاوضات، لكن نؤكد لكم أن هناك تقاسم للسلطة وأن هناك توحيد في الرؤى وفي السياسات. في الوقت الذي يظهر فيه علي عبد الله صالح في يوم تأسيس المجلس السياسي ليعلن عن الملأ أن نحن نرحب بالمفاوضات مع الشقيقة الكبرى السعودية وفي أي مكان وفي أي
وفي أي زمان ترغب فيه المملكة العربية السعودية. هذا التصريح يتناقض مع المفاوضات التي تحصل الآن في اليمن. يعني من باب أولى بن علي عبد الله صالح أن يتفق مع الحكومة الشرعية التي موجودة في اليمن يعني يبادر بعدها بالتواصل مع الدول الأخرى. وكأن الزمن سيعود إلى الوراء يعني، وسيعود هو رئيسا لليمن يعني كما كان في السابق يعني. للأسف هو مصاب الظهر في بداء العظمة، ولا يعني لا. إلى الآن لم يستوعب أن هناك حكومة شرعية وأن الشعب اليمني يرفض هو وميليشياته. مرفوض هو والحوثيين بالتأكيد من الشعب اليمني أولا، من الشعب اليمني وأيضا من العالم أجمع بالضبط. يعني بنقطع فاصل قصير أستاذ حسين وبنرجع لمواصلة حديثنا. غادر طرفان النزاع اليمني طاولة المفاوضات دون تحقيق أي نتائج تذكر، رغم التنازلات العديدة التي قدمها وفد الشرعية اليمني، فيما أعلن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان له الخميس رفع المشاورات لمدة شهر لتعقد في بلد آخر. فاصل قصير ونعود من بعده. موضوع النقاش عن المفاوضات اليمنية التي استضافتها الكويت ولم تحقق أي تقدم للأزمة اليمنية ولم تضع حداً لمأساة الشعب اليمني الشقيق. للتذكير معنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي الأستاذ حسن المرزوقي، وسيكون معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والباحث السياسي اليمني الأستاذ عارف اليافعي. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيانه الختامي بعد رفع المفاوضات اليمنية في الكويت لمدة شهر لتعقد في بلد آخر أنه لن يحمل أي من الطرفين مسؤولية عرقلة المشاورات. أستاذ حسن، مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء ركن أحمد عسيري أعلن لمصدر إعلامي أن الحوثيين لا يكترثون للقرارات الدولية، مؤكدا أن الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية على حدود المملكة العربية السعودية لن تتوقف خلال الفترة الماضية. هل بيكون الحسم العسكري هو الحل الوحيد لاستعادة اليمن، وبيكون هو الحل لوضع خروقات الحوثيين عند حدها؟ هذا بكل تأكيد ما أكدت عليه قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية منذ طرق العمليات. لكن في الوقت الذي هناك عمليات ميدانية وعسكرية على الأرض، هناك أيضا تمسك بالحل السياسي، الحل السياسي الذي لا يظلم أو لا يهمل أي مكون من مكونات الشعب اليمني. أيضا أعاد اليوم مستشار وزير الدفاع اللواء عسيري تصريح جديد أكد فيه أن القوات التحالف لن تسمح بأي تقدم أو أي تطور إيجابي يكون لصالح الانقلابيين على الأرض، وهو أيضا ما نشاهده على أرض الواقع، والتقدم الذي يأتي أيضا من الجنوب من قبل القوات الجيش اليمني وقوات الشرعية. هناك ضغط سياسي وعسكري على الانقلابيين وعلى الميليشيات صالح والحوثي، وهذا هو ما دفعهم كما ذكرنا لإعلان ما يسمى بالمجلس السياسي، والذي يتم فيه التناوب السلطان بينهم، وإن كان تناوب صوري. التطور الحديث الذي يدور حاليا في اليمن بما فيه بين المؤيدين لصالح أن اقتراب عملية الحسم واقتراب عملية صنعاء في القريب العاجل، و الانقلابيين يدركون أن قوات التحالف ستتعامل بكل جدية مع أي اختراق لأي هدنة أو لأي تهديد، لن تسمح لأي تهديد للحدود السعودية، وسيكون الرد قاسي، والانقلابيين يعلمون ذلك. وشاهدنا على الأرض عشرات القتلى ومئات القتلى من الانقلابيين الذين حاولوا التسلل أو محاولة التسلل إلى الحدود السعودية، ما هو مصيرهم؟ لكن في نفس الوقت المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يرفض تحميل أي من الطرفين مسؤولية فشل المفاوضات، هل حيادية المبعوث الأموي هذه حيادية؟ هي للأسف دائما المفاوضات التي تكون برعاية الأمم المتحدة تكون فيها نوع من الدبلوماسية والبروتوكول، والخطاب الإعلامي يكون مخالفا لما يكون عليه الوضع في طاولة المفاوضات. أتوقع أن المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحاول التمسك بأمل عدم إغضاب طرف على حساب الآخر، يحاول أن يكون هناك أي أمل بسيط يحاول التمسك فيه، وهذا السبب اللي يجعله لا يلوم أي طرف، وإن كان هناك له بعض المواقف
التي لابد أن نذكرها بإيجابية، وأولها يعني كان تعقيب على تشكيل المجلس السياسي في اليمن. وضع المبعوث الأممي يرتبط، هو يأتي أو يتواجد في هذه المفاوضات، يمثل منظمة أممية يأتمر بأوامر تأتيه من هذه المنظمة، لذلك لابد له أن يكون دبلوماسيا في هذا الطرح. لكن في الوقت ذاته بما أنه يدير هذه المفاوضات لابد أن يؤكد أو يوضح للرأي العام أين القصور، أو أين ما هو السبب في عرقلة هذه المفاوضات، ومن يعرقلها، وعليه أن يذكر ذلك بوضوح. الجميع يعلم أن الحكومة الشرعية قدمت الكثير من التنازلات، الحكومة الشرعية التزمت بالهدنة، التزمت بإدخال المساعدات الإنسانية، بينما الجانب الآخر الانقلابيين هم الذين يعتقلون الشخصيات السياسية والشخصيات القيادية في الحكومة الشرعية، أيضا هم الذين كونوا الميليشيات ونشروا الأسلحة ومنعوا الشعب اليمني من العيش بحياة طبيعية. هذه القوات هي التي سيطرت أو احتلت مدن دون وجه حق، فعلى الانقلابيين أن يبادروا بإظهار حسن نية في هذا المجال. ليس هناك من المنطق يعني أن أنت تتكلم عن حسن جوار وعن احترام على سبيل المثال للجار الكبرى السعودية في الوقت الذي تطلق صواريخك وتطلق مقذوفاتك على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. من غير المنطقي أن نتحدث عن هدنة وعن مبادرات وعن حسن نية فقط في الإعلام دون وجود أي بوادر لذلك على الأرض. ما هنا السؤال، يعني ما عنده يكون الطرف إلى يعني ملتزم بجميع القرارات، وطرف عنده هو طرف شرعي أساسا وطرف آخر غير شرعي يضرب بجميع القرارات عرض الحائط، وطرف ينتهك جميع الأعراف جميع القرارات، طرف يهدد يقتل يفعل كل ما هو غير شرعي، وفي النهاية أساهم بين الطرفين، هل هذه هي الحيادية؟ للأسف مثل ما قلت لك هناك اعتبارات بالنسبة للمفاوضات السياسية، لكن نعود ونأكد أن على مجلس الأمن أن يكون واضحا سواء من خلال الأمين العام أو من خلال الدول دائمة العضوية بما فيها روسيا، لابد أن يكون هناك موقف واضح ليؤكد على حق الشعب اليمني في أن يعيش حياة كريمة. يعني للأسف هذا التماطل أو هذا الأسلوب الذي يتخذه الانقلابيون تسبب في كارثة إنسانية في اليمن. الحل الآن أو الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر الانقلابيين، الذين عليهم أن يبادروا بحسن نية ويعلنوا بكل وضوح تمسكهم بقرارات المتحدة وتنفيذ مقررات المتحدة، ومن ثم يكون الحديث عن حكومة وفاق وطني. من غير المنطق الحديث عن حكومة وفاق وطني في الوقت الذي أنت تنشر فيه ميليشياتك وتعتقل فيه شخصيات سياسية وعسكرية وتنشر الرعب وتشيع الخوف وتقصف المدنيين في تعز وتقصف المباني والمستشفيات في المحافظات اليمنية، لن يكون هناك أي تصالح ما لم تكون هناك بادرة حسن نية يقوم بها الانقلابيون. أستاذ حسن، ماذا عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها؟ المبادئ التي تم الاتفاق عليها في الكويت هي استكمال القرارات، المفروض تكون استكمال القرارات التي صادرت من مجلس الأمن، لكن للأسف وكما يعني يعلم الجميع سرية هذه المفاوضات وعدم إظهار ما تم التوصل إليه للرأي العام لا يمكن الجزم بما تم الاتفاق عليه في هذه المفاوضات، لأن الجميع ما يتابع هذه المفاوضات يرى أن هناك بيانات صحفية تخرج من المبعوث الأممي مشابهة لما كان الحديث عنه قبل شهرين أو قبل 3 أشهر. إذن الرؤية ما زالت غير واضحة للأسف للرؤية. سيد حسن، بنعود إن شاء الله لمواصلة حديثنا، لكن بنستقبل هذا الاتصال الهاتفي مع ضيفنا من الكويت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عارف اليافعي. أستاذ عارف، مرحبا بكم. أهلا وسهلا فيكم. أستاذ عارف، ما هي ردود الفعل المسجلة منذ إعلان ولد الشيخ أحمد رفع المشاورات، ولماذا تم هذا التعليق؟ أولاً مساء الخير عليك دكتور سيف وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام في الاستديو.
في الحقيقة أن المشاورات اليمنية في الكويت لم تحقق شيئا يذكر على صعيد حل الأزمة وإنهاء معاناة اليمنيين بعد مفاوضات طويلة غير جدية وغير مجدية ولا صادقة حتى من جميع الأطراف التي تفاوض من منطلق تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وحتى مالية لصالحها وصالح أحزابها وجماعاتها، وخاصة وفد الانقلابيين الذي أتى للمفاوضات من أجل تسويق نفسه إقليميا ودوليا وشرعنة انقلابه وإعادة تنظيم صفوفه لتحقيق مكاسب عسكرية وفرض وجوده على الأرض. وبالتالي فإن ردود الفعل كانت عادية بعد أن خابت الظنون بنجاح المفاوضات والخروج باليمن وشعبها إلى بر الأمان. أما لماذا تم التعليق المشاورات فهذا خيار لا مفر منه، فإما يعني يكون التعليق أو إعلان فشل المفاوضات بشكل كلي ونهائي. فاختار المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الخيار المر عن الخيار الأمر، ألا وهو إعلان فشل المفاوضات وتشييعها رسميا إلى مثواها الأخير وإحياء بدلا عنها الصراعات العسكرية أو الصراع العسكري الشامل الذي سيقضي على ما تبقى من أمل وحياة للشعب اليمني. أستاذ عارف، خلال الفترة الماضية لم نشهد يعني خلال مفاوضات الكويت سمى موقف واحد الإنقلابيين، هو نزعتهم القوية للاستحواذ على السلطة. كيف بيتعامل المبعوث الأممي مع هذا التعنت إذا ما كانت هناك مشاورات جديدة؟ وما هي التنازلات إن وجدت اللي ممكن أن يقدمها الحوثيين من أجل استئناف هذه المفاوضات؟ نعم، المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ استنفذ كل الوسائل الدبلوماسية والسلمية لإقناع وفد الإنقلابيين بالتعاطي الإيجابي مع المساعي الحثيثة التي بذلت للخروج بحلول حقيقية للأزمة لإحلال السلام في اليمن، إلا أن وفد الإنقلابيين واجهوا هذه المساعي بمزيد من التعنت واختلاق العقبات. إذن ما هي الفائدة من مفاوضات جديدة؟ يعني لا توجد مفاوضات جديدة، يعني فقط يعني هو يعني من أجل أن لا يقال أن المفاوضات اليمنية قد فشلت، ومن أجل يعني إتاحة أكبر قدر ممكن من 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 الفرص للحوثيين وأيضا للمبعوث الأممي للخوض في مشاورات ومفاوضات جديدة لعلهم يخرجون بشيء، ولكن بدون يعني أعتقد أنه يجب على ولد الشيخ أن يستخدم أوراق أخرى ضاغطة، ألا وهي تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة وخاص القرار 2216 بفرض عقوبات صارمة على المعرقلين والتي تشمل منع السفر وتجميد الأصول والأموال، وكذلك استخدام الورقة الجنوبية التي وصلت إلى عروقة مجلس الأمن الدولي والتي لوح بها ولد الشيخ فعلا أكثر من مرة. يعني من هنا أعتقد أنه يعني هذه الورقة هي ورقة رابحة في يد الأمم المتحدة ودول التحالف، ومن خلالها يمكن إعادة التوازنات السياسية والعسكرية والاجتماعية في اليمن وأيضا على المستوى الإقليمي، وستغلب الطاولة على الإنقلابيين، لكن بشرط أن يتم تقديم ضمانات يعني مثلا لجميع الأطراف اليمنية الشرعية والجنوبيين من أن يعني ضمانات دولية أكيدة لجميع الأطراف أن القضية ستحل حل عادل وشامل ومرضي لهم. نعم أستاذ عارف، كيف سيكون الوضع الميداني خلال فترة تعليق المشاورات، وهل بيلتزم الحوثيين بأية هدنة مثلا؟ الوضع الميداني سيشهد مزيد من التصعيد والتحشيد مع الأسف أثناء الهدنة، وسيشهد يعني مزيد من الأعمال العسكرية وخاصة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح كما كانت تفعل سابقا في كل هدنة، وذلك لفرض واقع جديد لاستخدامه كورقة ضغط في أي مفاوضات قادمة. أما التزام الحوثيين وصالح بالهدنة فلن يلتزموا بها إطلاقا، فهم لا يحترمون يعني الهدن السابقة وتعهداتهم كذلك، فمن لم يحترم أو فمن انتهك الهدنات الإنسانية ومن وصول المساعدات وفرق الإقافة إلى المدن والمناطق للمدنيين لن يحترم الهدنة العسكرية. أستاذ عارف، كيف تصف لنا الوضع الإنساني والاجتماعي في اليمن؟ يمكن إحنا صار لنا شهرين ما سمعنا يعني في اليمن ما الذي يحدث خلال يعني خلال الفترة الماضية، كيف وصل إلى أين وصل الوضع الإنساني في اليمن؟ نعم، الوضع الإنساني في اليمن وضع كارثي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وخاصة في المحافظات الجنوبية ذات المناخ الحار كعدن وحضرموت ولحج وأبين والضالع التي تعرضت فيها
البنى التحتية للدمار الشامل وخاصة خدمات الماء والكهرباء والمستشفيات والصرف الصحي، والتي لم تشهد أي إصلاحات تذكر بسبب تعقيدات الوضع الأمني. كذلك في محافظة تعز الشمالية التي تتعرض للحصار والإبادة الجماعية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وأيضا وكذلك في محافظة شبوة التي تفتك فيها حمى الضنك وأودت بحياة الآلاف ما بين يعني مريض ووفاة. أما الوضع الاجتماعي فليس أفضل، فقد تعرض النسيج الاجتماعي إلى التمزيق وتحولت المناطق إلى مناطق يعني صراعات ونفوذ الجماعات المسلحة. وسادت يعني المناطق يعني التناحرات بين المناطق والقبائل، وأصبح الوضع ينذر بما هو أسوأ من ذلك. ولولا دعم ومساعدة مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي لكانت الأوضاع أكثر سوءا. وأنا هنا بهذه المناسبة أتقدم بالشكر والامتنان باسم كل أبناء الشعب اليمني وخاصة في محافظة عدن لصاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات على ما قدمته من يعني إعادة بناء وتأهيل بعض المستشفيات وال يعني دور الأيتام والعجزة والمكتبات على نفقة سموها. وطبعا هذا ليس غريب على دولة هذا المعروف عنها الشيخة فاطمة بنت مبارك، هذا هو المعروف عنها دائما. الشيخة فاطمة بنت مبارك هي صاحبة الأيادي البيضاء، وجميع شيوخ الإمارات الله يطول بعمارهم جميعهم يعني ما يقصرون. نعم. وأهل اليمن دائما في قلوبنا، احنا أهل الإمارات دائما نحس أن اليمنيين دائما هم مخزن الرجال وهم دائما يعني في قلوبنا دائما. يعني أشكرك الأستاذ عارف اليافعي، ودائما نتمنى أن اليمن السعيد يعود سعيدا. شكرا جزيلا لك أستاذ عارف. إن شاء الله. شكرا شكرا لكم، يعطيكم العافية. أستاذ حسن، هل لديك مداخلة ما تفضل به الأستاذ عارف؟ الأستاذ عارف أشار لنقطة مهمة جدا، أن هناك قرارات أو بنود في القرار الأممي 22-16 على الأمم المتحدة أن تسعى لتطبيق هذه العقوبات التي وردت في نص هذا القرار. لماذا الآن تطرح الأمم المتحدة حجج واهية بأنها بحاجة إلى قرار أو إدانة؟ هناك قرارات واضحة واتخذت وتضمنها القرار 22-16، لابد أن يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال فرض العقوبات على الانقلابيين وتضييق الخناق عليهم وعدم الاعتراف بهم دوليا، وتطبيق ذلك من خلال هذه المفاوضات التي كما ذكرنا أنها لابد أن تكون مبنية على الاعتراف بالشرعية وعلى تقديم التنازلات. لماذا تذهب الأمم المتحدة لتعيد الموضوع من إلى بدايته وتبحث عن قرار آخر يدعم أو يضمن إنهاء الصراع أو الأزمة اليمنية؟ هناك قرار صدر قبل أكثر من عام، لابد أن يتم تطبيق جميع بنوده ومن ثم يكون الحديث عن قرارات. أو هناك ستكون الأمور أوضح فيما إذا كانت هناك حاجة لإصدار قرار جديد، والقرار موجود من بداية المشكلة. أستاذ حسن، بنعود إن شاء الله لمواصلة حديثنا، بس خلنا نطلع هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فجل مجلس الأمن خلال اجتماعه ليلة الخميس الماضي في إصدار بيان يدعو فيه وفد الحوثي وصالح للتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. وذكرت المصادر أن روسيا عرقلت صدور البيان بعد أن رفضت تضمينه دعوة الحوثي وصالح للتعاون مع المبعوث الأممي. فاصل قصير ونعود. مشاهدينا أهلا بكم. دعت منظمة التعاون الإسلامي الأطراف اليمنية إلى مواصلة محادثات السلام، وأعربت المنظمة عن تأييدها بيان مجموعة السفراء المعتمدين لدى اليمن بشأن محادثات السلام اليمنية، الذي طالب وفد الحكومة بالاستمرار في المحادثات، وأثنى على استعداده بقبول المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الخاص بهدف تحقيق اتفاق ينهي الأزمة اليمنية. أستاذ حسن، ما هي الاستراتيجية التي يجب على الأمم المتحدة اتباعها بشأن المفاوضات اليمنية؟ أول استراتيجية اللي هي تحديد موعد محدد لإنهاء هذه المفاوضات وعدم ترك الموضوع دون أي تحديد سقف زمني لذلك، لأن من خلال هذه الفرصة التي استغلها الانقلابيون من خلال التماطل وإطالة أمد الحوار دون أي تحقيق لأي إنجاز في هذه المفاوضات، وكما شاهدنا جميعا من غير المنطقي أن تكون هناك مفاوضات تمتد لأكثر من 100 يوم وفي الأخير
يكون الهدف الذي يسعى إليه المبعوث الأممي هو إعلان تعليق المفاوضات ليظهر أمام العالم بأن هذا هو الإنجاز، عدم الإعلان عن فشل المفاوضات وتعليقها، والإنجاز بأنه سيعود مجددا إلى المفاوضات بعد شهر، والذي أنا أستبعد شخصيا أن تكون العودة بعد شهر، ربما تمتد إلى 3 أو 4 أشهر. فلا بد أن يكون هناك تحديد سقف زمني لإنهاء هذه المفاوضات، وأن يكون هناك قرار واضح أنه بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية سيكون هناك تصرف واضح من الأمم المتحدة. نعم أستاذ حسن، بعلق معك حواري عند هذه النقطة لنستقبل عبر الأقمار الصناعية ضيفنا من البحرين الأستاذ الدكتور محمد مبارك جمعة، الكاتب في صحيفة أخبار الخليج البحرينية. دكتور محمد مساء الخير. دكتور محمد، بعد قرابة عامين من اندلاع الحرب اليمنية، هل تتوقعون أن المشاورات المقبلة بعد شهر بتكون حاسمة؟ يعني في واقع الأمر دكتور سيف، أنا لا أتصور أن يعني مصطلح المشاورات هو مصطلح دقيق، وإن كان يستخدم أيضا من قبل حتى الإعلام السياسي في المنطقة. نحن نتحدث عن مكون انقلابي هو المكون الحوثي زائد ميليشيات علي عبد الله صالح في مقابل الحكومة الشرعية، وبالتالي إذا ما تحدثنا عن هذه المفاوضات أو المباحثات أو المشاورات من الأساس فهي لا ينبغي أن تكون منطقية. المفاوضات ينبغي أن تكون ما بين طرف شرعي وطرف آخر شرعي، أو ما بين مكونات يمنية. ما نحن بصدده اليوم هو مكون شرعي يمثل الشعب اليمني وهو الحكومة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، في مقابل جماعة انقلابية تمثل النظام الإيراني. وبالتالي فإن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة التي بذلت من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدماء الطاهرة التي اختلطت بتراب اليمن، لا ينبغي أن تكون عرضة لتسويفات ومماطلات الأمم المتحدة. قرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن واضح جدا، يتحدث عن أن تقوم الميليشيات الحوثية بتسليم السلاح وإخلاء المناطق التي احتلوها بقوة السلاح. أما اليوم فما نشهده هو محاولة شرعنة الجماعة الحوثية من خلال إقحامها في مفاوضات مع الحكومة الشرعية. وبالتالي كيف يمكن أن نقبل وجود هذه المفاوضات من الأساس في حين أن ثمة حكومة شرعية ينبغي أن تكون هي السائدة وهي المسيطرة على مؤسسات الدولة؟ وبالتالي دكتور سيف، أنا أتصور أنه لن يكون هناك أي جدية في مفاوضات سواء التي انتهت وأعلن عن فشلها رسميا، بغض النظر عما أعلنه المبعوث الأممي. أنا أتحدث عن ما تفضل به سمو أمير الكويت في القمة العربية حينما أعلن بشكل واضح وصريح أن هذه المفاوضات لم ينجم عنها شيء حتى الآن، أو مفاوضات مستقبلية سوف يستغلها الطرف الحوثي من أجل الحصول على دعم عسكري إيراني من أجل إحداث بلبلة ومشاكل ويعني عدم استقرار على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وبالتالي فأنا لا أتصور أن هذه المفاوضات إن حدثت سوف تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، وخصوصا أن قرار 2216 لم يطبق حتى الآن. دكتور محمد، يعني بنقول أن لماذا فشل مجلس الأمن وجميع الشركاء السياسيين في الأزمة اليمنية في إخضاع الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟ كيف فشلوا في إخضاعهم للحوار في طاولة المفاوضات، وكيف فشلوا في وضع حد لجرائمهم إن كان في الداخل اليمني وإن كان في جرائمهم يعني وخروقاتهم مع الجارة السعودية؟ يعني في واقع الأمر من الواضح جدا أنه لا توجد هناك أي إرادة دولية أو إرادة سياسية واضحة سواء من قبل القوى الدولية الفاعلة أو من الأمم المتحدة. والدليل على ذلك أنه بمجرد إقرار القرار 2216 لم يتخذ مجلس الأمن ولم تتخذ الأمم المتحدة أي خطوة باتجاه تطبيق هذا القرار، بل ألقي بالمسؤولية بأكملها على قوات التحالف العربي، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول. لم يكن هناك أي فعل واضح من قبل الأمم المتحدة من أجل تطبيق هذا القرار، وهذا ما يعني نفهمه بأنه لا توجد هناك إرادة سياسية دولية واضحة باتجاه حل الملف في اليمن. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن التحالف العربي إذا ما استمر في ترك هذا الملف
بين المساومات والمماطلات التي تقوم بها الأمم المتحدة من خلال المفاوضات أو المشاورات أو الحوار بمختلف المسميات بين فترة أخرى، فسوف يؤدي ذلك إلى عدة نقاط. النقطة الأولى هي إهدار الجهد العسكري الكبير الذي بذل من قبل قوات التحالف في اليمن. ثانيا، إعطاء الحوثيين الفرصة لكي يصبحوا طرفا سياسيا في المعادلة اليمنية، وهذا يعني باختصار إما أن يكون الحوثيون مستقبلا جزء من الحكومة اليمنية، وبالتالي سوف يشكلون ثلثا معطلا على غرار الوضع في لبنان، أو أنهم سوف يدخلون في العملية السياسية والانتخابية والديمقراطية، وأيضا سوف يشكلون حزبا على غرار حزب الله في لبنان، وهذا ما لا ينبغي أن تقبل به دول التحالف ولا حتى الشرعية اليمنية. المطلوب هو دحر هذا المكون الحوثي حتى لا يكون له أي دور معطل في اليمن وإعادته إلى حجمه الطبيعي. دكتور، ما هي التصورات اللي ممكن يقدمها ولد الشيخ أحمد لدفع عجلة المفاوضات أو الوصول لحل لموضوع الأزمة اليمنية؟ يعني دكتور سيف، أنا تصورت أن المبعوث الأممي سوف يعلن بشكل واضح وصريح عن أن المكون الحوثي رفض جميع مساعي الحوار والمفاوضات والمشاورات مع تحفظ شديد عليها، وأن تكون هناك رسالة واضحة وصريحة إلى مجلس الأمن بأن هذا المكون لم يلتزم بالقرار 2216، وليست لديه أي إرادة فعليا لحل الملف في اليمن، وليست له سوى أطماع بالسيطرة والهيمنة على السلطة وسلب الشرعية من الحكومة الشرعية، وبالتالي يناشد مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من قرارات من أجل تطبيق القرار 2216. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي التي تفضل بها ضيفكم الكريم في الاستوديو وتحدث عن جدول زمني للتنفيذ. لا يمكن ترك المفاوضات والمشاورات من غير جدولة زمنية واضحة تحدد لجميع الأطراف ما هو مطلوب فعله، وبالتالي فهذا أيضا يدخل ضمن يعني تمطيط وتسويف القضية اليمنية، بما يقدم أيضا وقتا كافيا لهذه الأطراف للحصول على الدعم. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تحدث مؤخرا عن 4 شحنات من السلاح تم اعتراضها في البحر كانت متجهة من النظام الإيراني إلى الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن. هذه الشحنات التي تم اعتراضها وتم رصدها في البحر، ماذا عن الشحنات الأخرى التي ربما تم تسريبها إلى اليمن؟ وبالتالي عملية التسويف هذه ينبغي أن يوضع لها حد واضح وصريح من قبل المبعوث الأممي ومن قبل قوات التحالف التي يجب أن لا تعطي المكونات الحوثية ومكونات الانقلابية أيضا التي يقودها المخلوع علي عبد الله صالح من خلال هذه المفاوضات، حتى لا يستغلونها لكسب المزيد من الوقت وأيضا تحقيق قدرة عسكرية لشن هجمات على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. دكتور، في أقل من دقيقة، في تصورك أيهما أقرب يعني في اليمن؟ هل طبول الحرب أم حمائم السلام؟ يعني طالما استمر المكون الحوثي في السيطرة على مفاصل الدولة، وخصوصا نحن نتحدث عن مؤسسات الدولة في صنعاء، وفي ظل استمرار هذه المكونات الانقلابية في استخدام آلة القمع والسلاح، قبل يومين قاموا بتصفية 4 من زعماء القبائل في اليمن، ونفذوا حصارا على تعز وغيرها من المناطق، وأذاقوا المواطنين اليمنيين يعني مر الحياة بالحديد والنار، طالما استمر هذا المكون الحوثي في انتهاج نفس هذه السياسة في ظل عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء حاسم باتجاه تنفيذ القرار 2216، فإن المشهد الحرب في اليمن هو الأقرب، وخصوصا إذا لم يتم التحرك سريعا لحسم ملف صنعاء من قبل التحالف العربي. الدكتور محمد مبارك جمعة، المحلل والكاتب السياسي في جريدة أخبار الخليج البحرينية، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في برنامج بالإماراتي. شكرا جزيلا. أستاذ حسن، ترى ما هي الصيغة الجديدة اللي عرضها ولد الشيخ أحمد على سفراء الدول الـ 18 يعني المعنية بالحل السلمي في اليمن مساء اليوم لإطلاعهم على آخر التطورات بالنسبة والتأكيد على أهمية العودة للمشاورات؟
السفراء هذه السفراء الدول الموجودة في اليمن أكدوا أو أشادوا بموقف الحكومة الشرعية بعودتها للمفاوضات والتزامها بهذا النهج الذي ربما يكون يعني يكون سببا في الوصول إلى حل، لكن للأسف الواقع يقول غير ذلك. ذكر الدكتور محمد نقطة مهمة أشار فيها إلى تصريح معالي عادل الجبير وزير الخارجية السعودي بأن هناك 4 شحنات أسلحة تم رصدها قادمة من إيران إلى الحوثيين. السؤال هو أين مجلس الأمن من 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 القيام بموقف أو إعلان موقف واضح تجاه هذه التدخلات الإيرانية؟ للأسف لم نشاهد أي قرار أو أي حتى تصريح من سواء من المبعوث الأممي أو من مجلس الأمن يدين التدخلات الإيرانية في اليمن وإمداد الحوثيين بالسلاح، رغم أن هناك بند واضح في القرار 22/16 يدعو الجميع إلى عدم إلى وقف التدخلات ووقف إمداد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة. للأسف هناك نوع من 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 المماطلة، أو إذا استطعنا أن نقول أن هناك للأسف نوع من التخاذل من مجلس الأمن تجاه أو حتى القوى الدولية تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن. هناك بل هناك أكثر من ذلك، يعني عندما لا يكون هناك يعني إدانة لمثل هذه التصرفات وهناك مساومة بين الانقلابيين وما بين والسكوت الدولي والصمت على كل هذه التجاوزات، هناك أكثر من التخاذل. بالفعل، لذلك على قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة القيام بخطوات فعلية، وهم أيضا يقومون بهذا العمل على أرض الواقع. لكن في حال وجود أي تدخلات إيرانية، أن لا يتم الاكتفاء بالإمساك بهذه الشحنات، بل لابد أن يكون هناك أيضا جهد دبلوماسي موازي على الصعيد الدولي يفضح التدخلات الإيرانية ويفضح هذه الجرائم الإنسانية التي يقوم بها الانقلابيون. ما نسمعه للأسف في وسائل الإعلام الغربية الآن يتحدث عن الانتهاكات أو ما يسمى بالانتهاكات التي تقوم بها قوات التحالف، هذه أكبر ضحوكة في التاريخ. وإن يعني كان هناك لجنة محايدة أقرت بعدم وجود أي شيء من هذا القبيل، وفي المقابل هناك السكوت عن الحصار على تعز والسقوط على الاعتداء على المدنيين وقصف المستشفيات والمدارس والإعدامات التي شاهدناها ضد رجال القبائل في اليمن. أين المجتمع الدولي عن هذه الجرائم؟ وأين هناك للأسف هناك أيضا لا يوجد أي حتى تصريح إعلامي تجاه هذه الجرائم، والسكوت أيضا عن كل ما قدمته دول الخليج، المناطق التي تم تحريرها أيضا. بالفعل، والمناطق التي تم تحريرها والدماء الطاهرة التي كانت هناك التضحيات الكبيرة من القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت عشرات الشهداء الذين اختلطت دماءهم الطاهرة بتراب اليمن الشقيق دفاعا عن شعب اليمن ودفاعا عن العروبة. لذلك لابد أن يكون هناك موقف حازم وجهد دبلوماسي واضح على الصعيد الدولي لتوضيح النقاط أمام المجتمع الدولي وأمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتحديد لروسيا لحثها على الضغط على الجانب الانقلابيين، وايضا من خلال علاقاتها مع ايران للضغط على ايران لعدم التدخل في هذا الملف وترك الحل بيد الشعب اليمني الشقيق. نعم، بالتاكيد هذا قوات التحالف هذه اللي سالت دماءها في ارض اليمن حفاظا على الشرعيه وحفاظا على ارض اليمن وحفاظا يعني دفاعا عن ارض اليمن، بالتاكيد يعني هذه الدماء لم تسل هباء، بالعكس يعني سالت من اجل اليمن وسالت من اجل العروبه وسالت من اجل الحفاظ على هذا الشعب ومن اجل الشرعيه في هذا البلد الشقيق. اشكرك جزيل الشكر استاذ حسن على مشاركتك اليوم معنا في برنامج اماراتي، عدنا والعود احمد في برنامج بالإمارات. شكر لك وأتشرف تواجدي معك. الله يسلمك يا أستاذ حسن. مشاهدين الأعزاء، بهذا تنتهي حلقة هذا السبت. نشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم للبرنامج هذه الليلة، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. لكم أطيب التحيات، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.